قالوا الشناوي هو كمان الصحفي بيسألوا عن مصطفى شوبير وانه لسه صغير مش زيك انت كبير رد الشناوي وقال له بدون كلام كتير الاهلي كله كبار وحراسه بخير الله عليك يا شناوي قسما بالله اضرب يا شناوي قسما بالله كلام في الجون وقصف جابه يقصف اي جابه اي حد يا جدعان يعني من الاخر كده الصحفي عايز يستفز الشناوي يقول له ان من الاخر كده يا شوبير لسه صغير مش زيك انت حارس كبير قال له النادي الاهلي كله حراسه كبير وكله حراسه كبار وكل لعيبته كبار وحراس الاهلي بخير الله عليك يا شناوي كل الناس في الكومنتات كفو يا شناوي